ومن خلال تجواننا سوق الشورجة بعدنا جاي نبحث على معاناة المواطنين، وصادفتنا هاي الحجية اللي استوقفتنا، قالت أريد أحكي لكم عن مشكلتي ومعاناتي، عمري 85 سنة. السلام عليكم. موالي 37، وهذا بكاني صار لحوالي 60 سنة أني لا بيت لا راتب لا ابني ذاك وقاعد لا شغل ولا عمل، كفيلكم الله فوق راسي، كل كلمة ما بي كذب ترى. مليت بعد حياتي تعبت بعد، لا واحد يسأل علينا، لا واحد يقول لنا، هسه لو عندي وسط قاع أسوي لي كوخ بي أقعد بي، أجار 450 أنا منين أجيب؟ منين أطلع؟ من دنينيف؟ ملينا يا يمه، طلعت أرواحنا لابت الحكومة يسأل علينا يقول يوزعون قيعان، وين القيعان؟ شو نسمع وكل شيء ماكو. يطون الدنيا قعدات حواس ماخذين قيعان العالم كله واحنا قاعدين اجارات ما حد يسال على اجار. ايش قد الاجار؟ منين يجيبون؟ ايش تاكلون؟ ايش تشربون؟ شنو مصيبتكم؟ شو قدمتي على القاع؟ ما قطع اراضي سجلتي؟ لا ابني مقدم خطيه اخذ شو اسمه هاي شو يسمونه؟ رعايه. ايه قلت بلكي يطون وصله له. انا شو اسوي؟ على وين يطون له؟ انا منو عندي؟ بس الواحد عندي. كفيلك الله بالمدينة قاعدين ب400 الأجار نص قطعة، يعني منين هو قاعد وأنا أجي على هاي ليف؟ هاي ليف إيش بيه؟ هاي هم بدين من العالم، من المحلات أجيبها بدين، عود أبيع أبيع لهم أودي لهم فلوس، يعني فد مصيبة ما صايرة. طقت رواحنا متنا يا يمثل وعلى المواطن يزيد وعلى أجارات، شنو نص قطعة 400 و500؟ ليش بالمدينة؟ شنو هو مدينة؟ هو كان 10 حواش كان يسوي قبل، صدق لولا شنو 450 و400 اجر؟ راتب ما عندك مال رعايه؟ انا عندي راتب، ليش ما عندي؟ انا عندي راتب، كنت اشتغل عندي الحكومه راتب، عندي راتب 300 يعطوني، ان ما نعطي لازم 100 كم نعطي للاجار؟ هذا يعيش بهالوقت هذا؟ يا يمه والله ملينا، والله يا ما حكيت وياهم واخذوا لي صور وحكيت وياهم، حتى امريكان جابوا اهل ستار حكيت وياهم، كل شيء ما شفت ابد. هسه شوكم من احكي وياكم شنو شو يسووا لي؟ سووا لي شيء؟ شو قد عمرك قلتي لي؟ انا 37 سنه مواليدي. مواليد 37؟ اي. بس ساعه طلعين الصبح؟ بن عباس بس اصلي واطلع. صلاه بيش مو 5:30 وانا طالعه هنا، هاي البرد وهاي الضيق. كراوي ايش قد تجين وتروحين؟ كراوي بسيطه يما 500 نعطيك واسترات نركب قبل اجي تاكسي، ولو عندي تاكسي وما اطلع من البيت اقعد. والله احكي صراحة لك كذب مو زين، راسك داين يما سوونا حالي يما قولوا مرة عجوز قاعد هسه لو بغير دولة يعطوني ما يخلوني اطلع من البيت، يخلوني غير العراق؟ ايه غير العراق، مو عراق، عراق لو هسه بالقفاية امشي لازم امشي على روحي، لازم اعيش نفسي، ما حد يعطيك وما حد يسال عليك. هسه ابني قاعد عطال بطال، كفيلك محمد باهل صدام 7.5 سنين عسكرية، وأنا أعطي كروت كان يروح راتب ماكو خبت، كان مثل هسه رواتب العسكريين 1.5 مليون، يجيني أنا أعطي كروت، وذاك الأخ المرحوم 10 سنين خدم مواليد 58 راح ذاك وجا والتراب معافي التجار، هو مصايب هواي مش السولف، واحد اثنين حتى عيوني سويتن ببلاش عمن بزاي هالقد ما بشيء. والله العظيم يا ربي انت تدري بيا ما مكذب عليكم، بس قالوا لي سوونا حال سوونا شيء. استفتحتي الصبح لو بعدش؟ ها؟ استفتحتي؟ صلوات الله محمد يمكن 2 من دني بعد. وين استفتح؟ يما وين استفتح؟ بس قولي وين؟ منين استفتح؟ ماكو استفتاح. لا استفتاح ولا بيع. سوق ميت الا تاخذ لهم عامل عندهم ياخذوا لهم. أنا منين أعرف معاميل؟ أعرف أحد؟ أنا باوع على الله، شو يجي واحد يشتري مني كيلو؟ هو إيش قد بيد كيلو؟ لو 500 لو 1000 دينار. والله العظيم. أنت ماخذتهن بالدين؟ ماخذتهن بالدين كفيلك الله، محل أكو بالمدينة، محلات نجيب منهم. شنو هذول أغراضي؟ هاي الطاوة أغراضي صلوات. تريقينها؟ إيه، أسوي ريوق على هاي وتريق أجيب لي صمم. ماي همين ذاك الولد يجيب خطين اخذ منه ببلاش. صالح ايش قد ما متريقه بالبيت؟ من ايش وقت اشتغل هنا؟ بالستين سنه لا غدا بالبيت ولا ريوق بالبيت. عود العشاء لا تعشيت. لا ماكو قهر وضيمه من التعشى، لا ماكو الف راسي وانام من القهر.
نباوع شو وقت راس شهر يجي يردون 400؟ 60 سنة ما متريقة ببيتها، تجي بالبسطية. اي والله هاي 60 سنة مو قلت لي؟ 60 سنة انا هنا بس انا 60 سنة تتريقين ما متريقة بالبيت. لا يا ابو وين اخو ريق بالبيت؟ هاي مسعدة بعد بالبيت تريق. 60 سنة غراضها وياها تشولة والماي وقلاص شاي. 60 سنة ما متريقة الامرأة العراقية ببيتها، المفروض تظل بالبيت وجيها راتبها وتستقر تربي الاولاد. هذا حالها بالشورجة، ماخذ البضاعة الليف بالدين، تقول لو ابيع لو ما ابيع والعالم تطلبني. ماكو بيع، ماكو على ولا بيع مع قدم يزود لي كم فلس اكله، ماكو بيع، ماكو. يا يما والله مليانه، يا يما رب العالمين يسوي لنا فرج ان شاء الله. اي والله بركي الله، بركي واحد على رحمه يعطيني وصدقه وصدقه، حتى لو يعطونها انا ما افكر ويا روحي اقول اعطوني وصدقه بيعجبني. منين اجي سوي لي كوخبي؟ ما عندي هالولد واحد من كل شيء ما يطلع من ايدي. شكرا جزيلا حجي، الله يرزقك رب العالمين يحفظك. شكرا شكرا للجميع ان شاء الله يرزقك. 60 سنه ما متريقه بالبيت، تتريق بالبسطه ولو تبيع لو ما تبيع، اليوم بايع ليفتين بس. وهسه الساعه بال 11 الا ربع الصبح، لا متريقه ولا 5:30 بس، اي 5:30 الصبح تطلع تصلي وتتوكل على الله، تجي من مدينه الصدر للشورجه في سبيل رزقها. المفروض عمرها 85 سنة تقعد، إيجارها ب 400، عندها راتب تقاعد تقول 300 ألف. اي والله 300 لازم أكمله 100 وإضافة الكهرباء وغاز ومي آرو، هاي مستلزمات العراق اللي ما راحت فارقة لحد ما يموت. لازم اكو حلول لوضع العراقي وخاصة طبقة الفقراء للخروج من معاناتهم. وشوفوا الإيجارات الحجية، تقول شوفوا إيجارات، لازم اكو سقف مادي لهذا الوضع، وضع الإيجارات واستغلال المواطنين بهذا الجانب.